بصوا دي اول هديه تجي لنا من متابع في القناه، بس في هديه كبيره اهي. برضه صحينا متاخر كالعاده، بس المره دي بقى لحقناهم ليه؟ علشان في مركب جنبنا كانت بتمشي فاخرتهم شويه. الحمد لله متشكرين جدا يا مركب اللي اخرتيهم. صحيت 7:30 المفروض كنا نمشي 7:30 جينا جري ولحقنا فطرنا الحمد لله كنا على الواقف كده. دلوقتي المفروض ان احنا في معبد، هنروح نزور معبد ادفو والركوب هيبقى بالحرطور ومش هحرق لكم بقى، خليكم معانا. المفروض دلوقتي ان المركب اللي احنا فيها بتركن جنب مركب تاني عشان نعدي من الباب ده، من الباب ده، من المركب دي للمركب دي للمركب دي للمركب دي لغايه لما نعدي البر التاني. فهو ده اللي خلانا نلحق الفطار النهارده، ان هم اتاخروا في ان هم بيعملوا كده. نعدينا كده من المركب، طلعنا كده على المينا من فوق، المفروض ان احنا ندور على حنطور نركبه. هنا المواصلات كلها حناطير. اه تعالى يا باشا، تعالى تعالى يا باشا، المفروض نركب 348 ونرجع معاه. اهو ده الحنطور اللي احنا هنركبه اهو. يلا اهو اجري. اطلعوا هنا، هياخدنا. يلا بسم الله، وسعولي. تمام كده يا باشا؟ تمام. يلا شد رحال، يلا بينا. احنا كده في ادفو ولا ادفو؟ السلامة. أول مرة نركب حنطور. على مهل، على مهلك يا عم الحاج. واركب الحنطور تريجن تريجن واتحنطر. حلو الحنطور؟ جميل. ده زي فيلم السيد. كرايه يا أمينة، كرايه يا أمينة. بس لا مش هقع، مش هقع، ما يقعش الا الشاطر، وانا مش شاطر خالص. كرايه يا أمينة. أمينة نايمة خالص صحيح. قمنا نجري على دول متأخرين، بس احسن حاجه فينا ان احنا بنلحق. احنا كده في اطفو يا جماعه. اوعى. لا ما يسبقناش، ما يسبقناش لو سمحت، ما تخلوش يسبقنا. اهو سبقنا، شفت بيشد اهو بيشد. انا عايزك رهوان رهوان. لا عندهم فرن عيش زينا، وعندهم تكاتك، عندهم تكاتك زينا برضو. بيقول لي ان التكاتك دي دخلت ايام الثوره، الميكروباصات برضو ايه بدات تدخل ايه. ده بلد بلد تحفه اقسم بالله. حلوه يا وفاء، حلوه انت حنطوره. هو دي اول مره نركب حنطور صح؟ اول مره نركب حنطور. اول مره دي اول مره نركب حنطور. ما يسبقناش، ما يسبقناش. لا لا استنى يا اسطى، خد يا جدع. لا كلهم هيسبقونا، مش هينفع كده. احنا في سباق ولا ايه؟ البلد كلها حناطير يا جماعه. ها شد، ها سبقناكوا. ايه رايك؟ بتتابع قناه اسمها قناه يوميات حمدي ووفاء على اليوتيوب؟ ما نسمعش عنها. مش فاضي انت؟ شكلك مش فاضي. ها؟ لا مش فاضي. صاحبة وفاء. اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ ليالي. ليالي؟ ليان. ايه الاسم الجميل ده؟ انت فاكرانا احنا اتقابلنا من اسبوع، فاكره؟ البيت. من في البيت؟ لا مش في البيت، في المركب. في المركب. في المركب فاكره دي؟ ها؟ الفسحه جميله؟ بصبتي؟ ركبت الحنطور؟ قول لهم حطوا لايك. لايك جامد. لايك جامد قوي. ارفع راسك، ارفع راسك. ايه رايكم كده؟ نايس. نايس. هنا رسوم الدخول 10 جنيه للمصريين، طلبة المصريين 5 جنيه، أجانب 180 جنيه، طلبة أجانب 90 جنيه، مواعيد الزيارة من 6 صباحا ل 6 مساء. إيه رأيك؟ وفاء لابسة البتاع اللي هو السكارف ده، وأنا برضو لابس سكارف بس رجالي. بس والله جامد عليا. حلو. كده دخلنا معبد حورس. حورس صح؟ تمثال أبو الهون بس على صغير. أبو الهون رملي، حجر رملي. ف
فخم برضو. وهنشوف هنا بقى يا جماعه اللي هو زي ما تقولوا طبعا كلهم لما خلصوا بناء الموضوع بتاعهم بناء المعابد كلها سنه 64 دخول كليوباترا السبعه كتبوا اسمهم فين بالظبط عشان يثبتوا ان هم مصريين او من دم مصري. كل الاسماء اللي اتكتبت كلها بعد اسم مين؟ نكتنوب بوتاس اسره 30 اللي هو اخر حاجه هنشوفها جوه. ده بقى ده منسوب الميه كان في اللي هي في المعبد اول منسوب حصل عبد دخول مكتبه كمان كان عاطين المراكب المقدسه الجدران كلها عليها رسومات مفيش حته ساده الجدران كلها كده مكان كبير جدا وكله منقوش بس انا كنت جاي من هنا لقيت نفسي طالع من هنا مغاره خلصنا هنا كده حلو المعبد ادفو ده جميل مبسوطين يا اولاد حلو اللي اتكرف عليا طياره بقى ودينا على المركب بسرعه اجري الراجل ده يعتبر احسن سواق في ادفو كلها سواق على تركيا جامد جدا حط لايك راجل عسل شكلها حلو وصلنا هنا لمينا تاني اهو الراجل وصلنا بالسلامه الله ينور عليه مطر الحصان ده اسمه مطر وشاكرين يا معلم شاكرين حلوه الصوره دي معرفش مين اللي صورها صورتوها لنا امتى دي لما كنا ماشيين انا شعري بس منحكش عشان كنت لابس السكارف اللي هو الشال فمنحكش لي شعري احنا هنا اتحركنا بقى كده مش لما لقيتهم رايحين كده مش عارفين رايحين فين لسه هنقف هنكمل على اسوان مكملين على اسوان المنظر روعه طبعا بس فعلا اسوان بلد جميله والاقصر بس احنا الناس اللي بتقول لنا ما نتقابلناش في الاقصر احنا بس ما لحقناش والله مش عشان كده لا احنا بنتحرك باتوبيس ففي منطقه في اسوان هنتحرك فيها براحتنا قالوا لنا ان انتوا عادي تقعدوا فتره مع يعني هيبقى في مده فاحنا قلنا المده دي اللي في اسوان ممكن نقابلكم فيها انما لكن في الاقصر كانت رحلات قصيره نص ساعه ساعه الا ربع كده او اسمه ايه المتاحف ولا المعابد وبيبقى الاتوبيس معانا فكانوا مش بيسيبونا ما ينفعش ان احنا نسيب الناس الجروب اللي معانا احنا نفسنا نشوفكم في الاقصر وفي اسوان وفي كل حته فهتتعود ان شاء الله احنا لسه مكملين طريقنا لاسوان في اتجاهنا المعبد كومومبا بس لقينا المنظر ده ما ينفعش نفوته غير لما نمر برضه منظر النخل ممكن يكون الكاميرا مش مبينه لا بس منظر بسم الله ما شاء الله تحفه نخل من هنا ونخل دي محميه طبيعيه واحنا كده ماشيين ايه في وش النيل على طول منظر يغبل بجد يعني متخيلين نخل كله نخل محميه طبيعيه جميله منظر يرد الروح والجو كل ما بنخش على اسوان كل ما بنحس ان درجه الحراره اعلى وصلنا هنا لمعبد كومومبو هنا المرسى حطوا لايك كل ما نشوف الكاميرا كل ما نفتح الكاميرا تقول حطوا لايك ده المعبد بقى نشوفه من جوه هنا كده المعبد ورانا معبد كومومبو او كوم امبو يعني هي تتنطق على بعضيها كومومبو معبد حلو برضه صغير كده ومحندق اهو احلى حاجه عجباني في المعبد ده انه على النيل يعني اللي كان بناه يعني واحد ايه برضه مزاجانجي هنا الملك ده ملك الناس بيقدم نفسه على انه ملك مصر وان تم اختياره من الالهه عشان يبقى ملك مصر عادي شايفين واقف في النص وحواليه اثنين من الالهه برضو اعمده وجامده جدا يا بلاء هو ليه الناس بتحبك انت اكتر واحد عشان ايه عشان خدودي ما هم بيحبوا محمد برضو ما هو ليه خدود برضو ليه خدود ولا ملوش مالكش طب وانت اتنين ولا واحدة وريني كده الناحية دي في وهنا انا وفاء ما عنديناش برضو ليه ما وفاء ايه ما ليه خدود برضو ده كلها خدود ده كلها خدود بيحب الخدود ما ليه بيحب ده مبرر غريب قوي انت زعلان من المقلب بيقول لي هتخفوني جوه احنا داخلين بيقول لي هتخفوني جوه بيقول هنا السحريين المعبد هنا كده بقى لما النور بينور بقى بيبقى شكله ايه خرافي حاجه كده اسطوريه جميل بص يا وفاء المنظر جميل شكله المنظر عامل ازاي تحفه مفيش احلى من كده حلو يا بلال اكتر حاجه حلو صح حلو قوي حلو قد ايه حلوه كده قد ايه
هدي يان حلو قوي. احنا بس هنشوفها في المعبد اللي هي مقياس النيل. بعد مقياس النيل عايزين وقت للتصوير ولا عايزين تنزلوا على طول على متحف التخليد؟ متحف التخليد يعني نو تايم لا فوتو. تمام. طيب نشوف مقياس النيل الاول. مقياس النيل. اوه مقياس النيل. اوه بسم الله الرحمن الرحيم. لحد تحت يعني كانوا بيقيسوه ازاي كده؟ قول لنا معلش. اقول لك كانوا بيقيسوه ازاي. ده طبعا مقياس النيل كان في طريق تحت الارض موصل بين نهر النيل ومقياس النيل. بيعرفوا مقياس النيل اذا كان في جفاف او في فيضان. يعرفوا اذا كان في فيضان عن طريق السلالم اللي هي حوالين مقياس النيل. بتعلى بقى الميه. الميه بتطلع منه يعني. لو كان في فيضان ده معناه ان في زراعه في الارض. ده معناه برضو ان لازم الناس اللي بتزرع في الارض تجيب غلال اللي هي بتزرعها يعني زي ضرائب بالبلدي كده. تمام. مين اللي كان بتوع المعبد؟ ما فيش بقى فيضان فيه جفاف يبقى خلاص ما فيش. ما فيش زراعة. ما فيش زراعة. ده متحف التمساح. دي تماسيح متحنطة. سبحانك يا رب. أول حاجة نشوفها متحنطة. حد شاف ده قبل كده؟ تمساح تاني أهو. متحنط برضو. خلصنا معبد كومومبو ورجعنا المركب وهنروح دلوقتي عشان نتعشى ونشوف بقى الاكل النهارده ايه ونحاول برضو نصور لكم واحنا بناكل عشان خاطر تشوفوا الاكل وطبيعه الاكل وجودته وكده يعني. يلا دلوقتي احنا قعدنا اهو هنجيب لهم بقى الاكل. ماشي. طبعا عماله تنحكش في البدايه الشوك. نروح نجيب الاكل بقى. فش كده كملنا الاكل كل واحد قدامه بقى ايه الاكل بتاعه اللي عجبه. احمد وفاء ووفاء التانية وده سمك هنا والناس هنا متعاونين ما شاء الله معانا. الله ينور. حاجة تفتح النفس والله. اهو مفيش احلى ولا اجمل من كده صراحة يعني. نفسهم حلو في الاكل. الاكل هنا ممتاز صراحة. بيعملوا هنا حتة لحمة بيطبخوا. بص الطبق بتاعي فرتكت الطبق. الطبق ده كان مليان. الواد لسه بياكل. انا وفاء خلاص الطبق بتاع اللحمه جامد بصراحه. كل يوم بتبقى احلى. بيعملوا اللحمه بطريقه انا عايز اقوم اسالهم على طريقتهم. على حاجه من اللحمه الصعيد مش هتلاقوا زي في اي حته ثانيه. البقر او المواشي. المواشي غير اي حته ثانيه بنبيع لفوق ضمير يعني. لا احنا هنقوم نساله بقى على الطريقه بيعملها ازاي لان فعلا اللحمه عجباني قوي. اكتر حاجه عجباني هنا اللحمه تسويه والصوص بتاعها. الصوص يعني هي طرنشات كده بس كبار. هعرف اخد طريقه لازم نتعلم ان شاء الله. نقوم نساله. انا بقى جبت الحلو بتاعي بطيخ وقطعه جاتوه وشويه رز بلبن. وندى جابت برتقانه وجاتوه برده وبطيخ. وفاء لسه ما كررتش تحلي بس هتحلي ان شاء الله. الناس بتوع الفندق مستغربين ان احنا صاحيين بدري. تعودوا علينا متاخرين على. صباح الخير عليكم. النهارده ده تاني يوم في الفيديو يعني احنا في الفيديو دوت كده يومين مع بعض. فعلشان خاطر نضغط لكم كده فيديوهات كويسه مع بعض ما يبقاش يوم بيوم عشان ما تزهقوش. خلاص رحلتنا بكره ان شاء الله اخر. لا لسه يعني رحلتنا مطوله لان لسه في قطر وشغلانه. فالنهارده كده احنا دلوقتي نازلين نفطر. دلوقتي بعد الفطار فطرنا طبعا شربنا الشاي وطلعنا هنا على سطح المركب عشان نوريه لكم. وبرضه علشان خاطر ايه يعني الشمس حلوه قوي. لسه فاضل لنا نص ساعه قبل ما نخرج نروح بقى المعابد والزيارات اللي احنا بنزورها دي. المفروض النهارده هروح السد العالي ما شفناهوش قبل كده معبد فيله. فنوريكم بقى سطح السفينه هنا جميل جدا. متقسم هنا الجزء اللي ورا خالص ده في قاعده كده مشاريب وقاعده كده كراسي ترابيزات قريب بعدين نبقى نروح لهم هناك. ماشي. وهنا في كده بسين صغير للاطفال مش للكبار. وهنا قاعده برده كده. وهنا الارض معموله كده زي النجيله شكلها حلو جدا نظيفه. هو فندق نظيف صراحه يعني. احنا دلوقتي واقفين في ميناء في اسوان. طبعا المراكب كلها واقفه زي ما انتم شايفين كل المراكب هنا واقفه جنب بعض. النيل اهو ده فندق موفنبيك. هو بسيط بس جميل. بس القعده حلوه قوي هنا. القعده هنا جميله جدا وخاصه في الشمس. بس بالليل لا بس بالليل تلج. بالليل ساقعه جدا. سبحان الله الجو في الاقصر واسوان السطح حر وبالليل ساقعه بس مش ساقعه قوي زي لا في لسعه كده بالليل ساقعه كده. لازم جاكيت عشان الميه بقى وكده. بس احنا مستمتعين ولا انت مش مستمتعه؟ لا مستمتعه جدا والله العظيم. مستمتعين جدا. نشوف بقى النهارده اليوم هيبقى عامل ازاي وبرنامجنا هيبقى جميل برده. المفروض النهارده اخر يوم فسح وبعد بكره نروح بقى القريه النوبيه وهنروح بقى نتكل على الله بقى نشوف هنركب ايه والقطر يعني ممكن
قدامنا بتاع يومين ولا حاجه. اه قدامنا كده يومين بالظبط. ايه مبسوطه يا كوكي؟ وادي بلال اهو، محمد ونت عندي بيهدم الاكل اللي كان كيف اللياقه البدنيه ها؟ اه لياقه دي لياقه وحداقه. واحده ثانيه نروح نجرب الواحده الثانيه. بتعملي ايه؟ عايزه تخسي؟ تمام كده احنا خرجنا اهوت من المركب واتجهين دلوقتي بقى ايه الزيارات اللي هنزورها كده مش عارف. اول زياره في اسوان. اه دي اول زياره لنا في اسوان فعلا. هواها جميل جميل، بلد جميله. من ركبنا الاتوبيس. حلو الاتوبيس؟ جميل جميل الاتوبيس. اول مره نقعد في الاخر. اول مره نقعد في الاخر صح. الكنبه اللي ورا هنقعد بقى نتنطط من المطبات. فكرتني بالاخر كابينه كنا جايين فيها في الاخر عشان على العجل دب دب دب. يلا بينا يلا بينا يلا يلا بينا يلا. انا ببلد بكار دلوقتي. ادي جلابيته ايه؟ جلابيت بكار. جلابيت من دي شكلها حلو قوي. بتاعت بكار؟ لا للصبيان بكار، انما البنات جلابيت. هي المعزه كانت اسمها ايه؟ رشيده؟ رشيده. المعزه كانت اسمها رشيده. تعالى احنا دلوقتي داخلين على معبد فيلة. طبعا الناس اللي من اسوان عارفين جدا يعني ايه معبد فيلة. دي مجمع معابد اسوان. والله جاب لهم بقلبوا حاجات من دي. ماشي حاضر. هنا مدخل المينا. ده المفروض ان احنا هنركب مراكب من الصغيره دي. اه صح يا وفاء. اه المفروض هنركب مراكب من الصغيره عشان تودينا المعبد. انا مش عارفين المعبد فين بس هنشوف دلوقتي هنستكشف مع بعض. طبعا الاماكن دي احنا اول مره نشوفها فما تستعجبوش ان احنا مش عارفين. احنا يعني مع بعضينا احنا وانتوا بنتفرج. بصوا الاطباق الالباستر دي. اه بص الطوبه الخضراء دي تماثيل الالباستر دي. بس مش عارف بس مش زي اللي احنا شفناها اللي كانت جودتها اللي هي ايه دي. اه دي في السوق كده. هو درجات يعني. لا طب 10 طب حظار ب 10 كوار. دي حمزه عندك بتاع العيش. العيش؟ بتبيع العيش بتبقى جميله. وفي اي حاجه عايزه تشتريها؟ عايزه اشتري اي حاجه. بس الحاجات مش موجوده عندك. حاجة حاجة لازم ناخد حاجات ذكرى نشيلها ذكرى من هنا. المفروض نعدي هنا في المركب دي. يلا يا وفاء تعالوا هنا اهو جنبينا. حلو شغل المراكب الصغيره ده. دي مركب صغيره خالص غير المركب الكبيره اللي احنا كنا فيها. يلا عشان هننطلق. ايه يا نت بتقولي ايه؟ اه في تماسيح طبعا، تماسيح النيل. بس ما يقدروش يطلعوا وانا معاكم. اي شو كتاكيت. الاجانب بيلبسوهم لايف جاكيت، احنا لا ما لبسوناش، قالوا لنا خلوا بالكم من نفسكم. لكن الاجانب قالوا لهم البسوا لايف جاكيت. يا نهار اسود، كل واحد يخلي باله من سريره. قالوا لنا كل واحد يخلي باله من عيله. هو ده اللي يدروا عليه صراحه يعني، صراحه نصحونا بكده. لكن الاجانب قالوا لهم البسوا لايف جاكيت. حد شاف الحاجات دي في مصر قبل كده يا جماعه؟ حد يقول لنا في التعليقات. لو اول مره تشوفها اضغط لايك. مش اول مره تشوفها اضغط لايك عشان الجمال ده ما ينفعش ما تدوسلوش لايك. صح. شايفين مصر جميله ازاي؟ عرفتوا ليه بقى بيقولوا عليها ام الدنيا؟ من زمان من زمان قوي. الله عليك الله عليك، كله احساس. فين جايين من اخر الدنيا واحنا موجودين في مصر ولسه شايفينها دلوقتي. اوه شكله معبد خطير، شكله معبد حلو جامد برضه. بس المكان ساحري، المكان خطير. تمشي معانا كل حلو كلك هتخف في المعبد ده. يعتبر كله معبد زي بيت كبير جدا مستقبل كل حاجه داخل المعبد بتاع ده. الحمد لله على السلامه. داخل معبد اله الحب او معبد اله ايزيس، اله السحر او اله الحب والجمال حتفور، اله الصحراء نفتيس. العصر اللي هنا عصر اليونانيين، بطليموس الاول والثاني والثالث وكده يعني. ده اسمه كرسي الولاده. كرسي الولاده عملوه اثناء ولاده مين؟ ايزيس. وشكل كرسي كده يا جماعه موضوع في شكل كرسي ويفضل قاعد عليه لغايه عمليه الولاده. طيب ده شيء يا جماعه شايفين المبنى الكبير ده؟ المبنى الكبير ده حضرات ده اسمه مبنى تريان او ترجان. ده كان حاكم مصر في الدوله الرومانيه. هنا الجو حر عن الاقصر بكتير. صح يا وفاء؟ الجو هنا حر بس احلى. اه بس بصوا المكان خلاب يا جماعه ازاي؟ شكل الجبل ده، شكل الجبل مع الميه مع شجر مع الاثار. مش
احنا كده مشينا من معبد فيلة رايحين نركب الاتوبيس بقى. وفاء عماله تضحك مسخسخه من الضحك. قول لنا يا وفاء بتضحك على ايه؟ والنبي لا انت قايل. والنبي لا تقولي بتضحك على ايه؟ وفاء بتضحك علشان شافت اله البس. اله البس دوت تمثال كده بيتباع. مسؤول عن الولاده مش يعني بيخلي الواحده ايه يعني وهي بتولد تبقى مبسوطه يعني يقعد يقول لا يقعد يضحك يقعد يضحكها فده اسمه اله البس عند الفراعنه. عشان كده مسخسخه من الضحك. صح يا وفاء ولا بتضحك على حاجه تانية؟ هو ده هو ده. قال لي ابن خزان طبعا كان كل الميه توصل لحد اعمار قلاع النبا اللي هي في هذه البوت اللي فوق دي دي اقل النبيه النبا. السد العالي وفاء نامت. لا ما نمتش. وفاء الصغيرة. وفاء الصغيرة نامت على كتفي. نامت. لو احنا وفاء الصغيرة وفاء الكبيرة الواحد اتروش والله العظيم اتروشت. روشني يا ميدو روشني. وفاء عايزة تتسوق. تموت في حاجة اسمها تسوق. بتحب تعمل الشوبينج. كده احنا خلصنا رحلات النهاردة ما فاضلش بس غير حاجتين مهمين جدا جدا. ايه هما؟ بقول لك كده ما فاضلش غير حاجتين مهمين جدا جدا. هنخش نتغدى بعد كده نخرج نقابل حبايبنا وبعدين نتسوق. دي احلى حاجة هتحصل النهاردة ان احنا هنقابل مجموعة من الفانز هيجوا يقابلونا هنا في المكان اللي احنا فيه. كنا سيبنا لكم بوست على المنتدى وعملنا ستوري على اليوتيوب وعملنا ستوري على الانستجرام عشان اعرفكم المكان اللي احنا فيه ده علشان نقابلكم. واسفين والله العظيم للمرة التانية لحبايبنا في الاقصر والله ما كانش في وقت والله. هما الفكرة ان هنا في اسوان احنا سمحونا بالوقت ده ان احنا نخرج ويبقى فري عشان هنا في سوق انما عشان في سوق ما كناش نعرف فين السوق ولا سمحونا الرحلة من الاوتوبيس للفندق للمعابد بس فما كانش في وقت يعني مش مقصودة خالص ان احنا ما نقابلكوش. احنا نفسنا نلف محافظات مصر كلها عشان نقابل كل اللي فيها. الحاجة التانية كمان اللي هتحصل برضو ان احنا هنروح السوق هنتسوق من هناك ونشوف ايه اللي نشتريه ونحاول نجيب هدايا بقى لحبايبنا برضو. فدي برضو من الحاجات اللي كويسه جدا هتحصل النهارده. لكن كرحلات ومعابد خلاص احنا خلصنا النهارده كده. يلا خلاص احنا وصلنا للمركب. احنا جينا من بره المفروض ان كنا سايبين الغرفه متاحه للتنظيف طالبين انها تتنظف فجينا لقيناها كده. صراحه يعني مستوى الفندق هنا مميز وجميل والناس هنا صراحه مدلعيننا خالص. كان وزه تمساح. ومناسبه ان احنا النهارده كنا شفنا التماسيح في بحيره ناصر فلقيناهم عاملين لنا ايه الفوطه كده والبشكير بقى على شكل تمساح والله شكله جميل. طبعا انا دخلنا في الضلمه انا اتخضيت عن نفسي والله. والسكارف اللي وفاء السكارف بتاعي جميل جدا والله. صراحه الناس هنا متعاونه وبحبوحين كده حتى في المطعم ما شاء الله كل حته. بس انا شايف ان ده لان حاجه واحده بس هي السبب في كده ان احنا الفندق صغير لان ده مركب فعدد الغرف والنزلاء قليل فالاهتمام بيبقى كويس. لكن لما يبقى فندق كبير قوي وعدد فيه كبير جدا فالاخطاء بتبقى كتير والاهتمام يعني تتظلم شويه. فانا شايف ان الرحله سعيده جدا جدا ونشكر كل العاملين في الفندق هنا دوس المراميس سعيده كلهم بلدكم جميله. وانتوا ناس زي العسل والله العظيم من الشيف من اول الشيف لكل العمال نفسهم حلو في الاكل فعلا. انا هنا انا من النوع اللي ذواق جدا في الاكل اي اكل باكله حتى في الفنادق اول فندق يروح ما شاء الله ياكل فعلا فعلا. انا عايز اقول لكم ان انا بطني مش قادر من الاكل. هنسيبكم بقى دلوقتي ونروح على الغدا. نروح على الغدا عشان انتوا عارفين ان انا بحب الاكل جدا فهروح بقى نشوف الاكل ايه لو برده حاجه مختلفه عن اللي كناها قبل كده. لو حاجه مختلفه اصورها لكم ونوريكم احنا ناكل ايه النهارده. اوعى التمساح يقعدك. خرجنا من بعد الغدا احنا بقى علشان خاطر نقابل مجموعه من الفانز اللي كنا وعدناهم ان احنا نتقابل هنا عند نادي التجديف. ومعانا اول ثلاثه ظهروا معانا اهو جايين من مشوار بعيد بس ركبوا كنا يعني مش من هنا بالظبط. منورين الدنيا واسوان كلها منوره بيكم. منوره بيكم. شوف بقى نقابل مين تاني. جمال ده ايه الذوق ده؟ ربنا يخليك جاي مبسوط يا وفاء. الحقيقة وفاء جايبين لنا ورد. متشكرين جدا للذوق. والله العظيم متشكرين جدا. مش عارف اقول لك ايه بجد بجد اسوان نورت. ايه العسل ده؟ مبسوطين في اسوان؟ جدا. عايز اقول لكم من اجمل بلاد العالم والله العظيم. والاقصر برضه احنا كنا هناك بس ما قدرناش ما كانش عندنا وقت ان احنا نقابل حد. احنا حظنا حلو ان لقينا وقت هنا في اسوان. احنا اللي حظنا حلو ان احنا شفناك. شاكرين جدا وكتر خيرك على ذوقك الجميل ده. بصوا دي اول هديه تجي لنا من متابع في القناه بس في هديه كبيره اهي. طبعا دول جم من كل مكان في اسوان عشان يقابلونا حبايبنا وبنشكرهم جدا والله العظيم ان هم حضروا عشاننا. اسوان جميله ليه ما
من اهلها الطيبين الحلوين دول. بص يعني مفيش اجمل من كده والله. يعني احنا لو عملنا تجمع من بدري شويه كان الاعداد هتبقى اكبر، بس احنا بنشكر دول يعني ان هم جم في عز الحر عشان يقابلونا. دي عندنا بالدنيا والله العظيم فرحتنا. مع البنوتات صغيرين مش باينين وان شاء الله بنزل القاهره. احنا لنا الشرف طبعا الله. اي حد هيوصل القاهره بس يعني اكتبوا لنا تعليق وقولوا انا موجود في القاهره وعايز اشوفكم. هاجي هيا نتكلم مكان اللي هو فيه السنه الجايه وتيجوا ان شاء الله كده هنجيكم. يا ريت ان شاء الله تقرروها تاني ان شاء الله ان شاء الله. الله يسعدك. احنا اسعد والله متشكرين لكل اللي جه. متشكرين اسوان وبلد كده. هو انت جاي ليه؟ عشان حله المحشي. بقول يا انت جاي مش انت كله عشان المحشي. مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. طبعا الناس الموجودة دلوقتي غير اللي موجودة قبل كده، لان يعني الناس بتروح وتيجي. احنا واقفين هنا لغاية لما كل الناس يعني نشوف. والله العظيم المفروض تتفرح السوا كده مش السوا بس هم. انا شفت حبايبي بالظبط. انا بشكر ليهم كلهم اللي جم، كل الناس دي يعني جايين. ربنا يخليكم. طب كده نورتونا والله. الله يخليكم. متشكرين جدا ليكم ولجود معانا. والله العظيم يا مهما وصفت لكم قد ايه احنا مبسوطين من الناس اللي جت النهارده. وانا بعتذر لو في حد جانا بعد ما احنا مشينا. احنا قعدنا ساعه، بدل الساعه قعدنا ساعه ونص. ما كناش عايزين نسيبهم والله. ما كناش عايزين نسيبهم. قالوا لنا المشرف بتاع الرحله عمال بيستعجلنا ان احنا ننزل، ما كناش سيبناكم خالص. فانا بشكر كل اللي جم. ما قدناش يعني ما كناش مشغلين الكاميرا، سلمنا عليهم واحنا ماشيين بس كده في الطريق كده. لحقناهم يعني ما كانش في وقت ان احنا نفتح الكاميرا واسلم لهم. ما طلعوش في البلوج يعني بنعتذر لهم. بس اوعدكم وعد من حمدي اللي ما برجعش في كلامه ان انا هكرر الرحله دي. هنقول قبلها بكتير لان احنا ما قلناش الا النهارده في نفس اليوم اللي احنا هنقابلكم فيه. فبنعتذر برضك عن حاجه زي كده غصب عننا لان احنا جايين مع جروب والله العظيم. وان شاء الله هعمل تجمع كبير جدا ليكم في القاهره علشان خاطر الناس اللي عمال بيكتبوا على البوست ان احنا عايزين يقابلونا في القاهره. هعمل تجمع مخصوص في القاهره ان شاء الله. حابب اقول كلام برضك، الناس اللي ما جاتش الاقصر واسوان بجد انتوا فاتكم. ما يعرفوش حاجه عن مصر. ما يعرفوش حاجه عن مصر. لازم تيجوا الاقصر واسوان وتشوفوا الجمال اللي احنا شفناه بعيننا. ده مش البلد بس اللي جميله، ده ناسها كمان. ناس بالجمال ده. احنا دلوقتي هنروح السوق عشان نشوف بقى ايه اللي بيتباع هناك وايه اللي نشتريه وايه اللي نعمله. معانا بقى معاذ المرشد السياحي الخاص بتاعنا اللي هيودينا السوق. عشان احنا هنا ما نعرفش حاجه. احد متابعين حمدي وفاء. احد متابعين حمدي وفاء. هو ما انت بتتكسفش اهو، طلع ما بيتكسفش. انا اللي غششته. تعالى تعالى رايح فين؟ تعالى اخوها. طبعا احنا علشان خاطر عايزين نروح السوق. ايوه يلا انا ساكن في السوق، تعالى اوديكم. فهو من ضمن الناس اللي كانت جت التجمع البسيط الصغير اللي احنا كنا عملناه وفضل مستني معانا للاخر عشان يودينا السوق. احنا طبعا بقالنا شويه بنلف في السوق هنا في اسوان. بس عايز اقول لكم ما قدرتش امسك نفسي ان افتح الكاميرا هنا في المكان اللي انا فيه ده. محل عطاره وهمي، حاجه كده خياليه. انا عايز اقول لكم عماله كل ما اقول خلاص مش هشتري حاجه. عملت لي لسته بس حاجات تستاهل يعني، حاجات فرصه يعني. بص المحل بسم الله ما شاء الله يعني. عندي تركيبات للتخسيس والسكر جميع انواع العطاره، بس حاجات بقى اصليه بقى مش اللي بتيجي عندنا القاهره. مع احترامنا طبعا لكل العطارين اللي موجودين في القاهره. بالنسبه لوفاء لو سمحت تصور مع وفاء. تتصور مع وفاء طبعا طبعا. تصور مع وفاء طبعا. نجمه اليوتيوب. واضح انه صديقتي دي. انت متابع القناه؟ طبعا. ازيك كويسه؟ على فكره ده والله انا بفتح الكاميرا هنا مش دعايه، بس انا عشان عجبني فعلا المحل قلنا لازم نوفر لكم على الجمال اللي موجود هنا يعني. كركديه الاسواني مبخره في الكركديه والملوخيه والحاجات والبهارات دي عندنا خالص. يعني اللي يجي هنا لازم يخش المحلات الحلوه دي ويجيب الحاجات. طبعا انتوا عارفين وفاء بتحب البهارات قد ايه. بتحب البهارات بجميع انواعها هنا. الفكره ان هنا كل الحاجه هنا طبعا اصليه يعني، حاجات بقى الصعيد هنا. اصلي 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 فعلا. الريحه باينه. والسوداني عندنا برضه مشهورين بالفول السوداني يعني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. الركن ده برضه ده على كده. بسم الله ما شاء الله. ده عندهم حاجات خيال. حاجات تخبل. انا ما قدرتش امسك نفسي، انا ما كنتش عايز اصور والله، بس لما لقيت المحل كده غصب عني لازم افتح الكاميرا للناس. حاجات جميله. مين؟ معاذ. معاذ هو اللي جابنا هنا يا جماعه، احنا ما كناش هنعرف نيجي هنا لوحدينا. المتابعين الكبار وقابلناه وقال لنا لازم انا اجيبكم المحل ده. حقيقي فعلا. وطبعا معاه مالك اخوه.